من العدل اكيد يعني اذا كان لما كنا وحده لا وحده لا بلا شك يعني هو التغييرات اللي عملها في التشكيل مش كتيره يعني حتى الهلاليين اللي كانوا موجودين في المباراه ما شافوش ان التغييرات اللي في التشكيل ممكن هي اللي فعلا عملت الفارق ده انما يتحمل جزء منه وعلى فكره هو الراجل كمان كان بمنتهى الشجاعه قال لك الطرد مستحق والحكم اللي هو كل الناس دلوقتي في تغريدات كتيرة على السوشيال بتحمله المسؤولية قال لك لا الحكم يعني لم يتدخل في تغيير سير المباراة إنما طبعا جارديم يعني كان المفروض إنه هو شايف فرقته ده أنا مع أي مدرب كده لما بشوف إن في موجة جاية وراها موجة أنا لازم أتدخل علشان أوقف الموجة دي أغير في سير المباراة أهدي اللعب يعني زي ما عمل في الشوط الثاني هو في الشوط الثاني ما عملش حاجة غير أنه لعب خلاص قفل المنطقة أنا مش عايز يدخل فيها أكتر من 4 أهداف لأن التاريخ عمال يسجل الأهداف فبالتالي هو قفل زي ما تحركت عشان تقفل أنت كان لازم تتحرك في بداية المباراة مش في آخر